ريم حامد عالمة مصرية بتعيش في باريس، من فترة بيجيلها تهديدات ونشرت الكلام ده على صفحتها في فيسبوك إنها معرضة للخطر من جهة عملها، وبعدها بتحذف المنشورات. التهديدات موقفتش لحد هنا، وآخر فترة ليها كانت في أجازة في مصر مع أسرتها، ولما رجعت باريس ووصلت فندق الإقامة اتوفت في نفس اليوم. وده اللي صرح به الأمين العام لرابطة الجالية المصرية في فرنسا عبد الرحيم الخولي، إن يوم السبت 24 أغسطس تم العثور على جثمان الدكتورة المصرية ريم حامد، وتحفظت الشرطة الفرنسية على الجثمان، بمعنى إنه ما طلعش تصريح للدفن لحين نهاية التحقيقات والتأكد من سبب موتها، هل كانت مقتولة ولا الوفاة طبيعية؟ ويا ترى في أهداف سياسية ورا موتها، ولا ده اغتيال علماء من البعدة، ولا كانت حالة نفسية بتمر بيها؟ صديقي المشاهد، لو عايز تعرف سر موت ريم حامد الباحثة في مجال الجينوم، يبقى لازم تتابع معانا حلقة النهاردة للآخر، وما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. أيها المواطنون، ريم حامد كانت باحثة مصرية في مجال الجينوم وعايشة في فرنسا. قصتها أثارت جدل كبير بعد ما توفيت في ظروف غامضة. البعض بيقول إنها ماتت بوفاة طبيعية، لكن في ناس تانية بتقول إنها اتقتلت. ريم كانت معروفة في المجال الأكاديمي، وكانت بتشتغل في أبحاث مهمة تخص الجينوم. وفاتها خلت ناس كتير تطالب بتحقيقات أوسع عشان يعرفوا الحقيقة. حصلت ريم على بكالوريوس بايوتكنولوجي من جامعة القاهرة، وبعد كده انتقلت لفرنسا لدراسة الدكتوراه في مجال الجينوم في جامعة باريس بعد حصولها على الماجستير في نفس المجال، وهو الجينوم اللي هو علم بيختص يا صديقي بالمادة الوراثية للكائنات الحية. وكان أهمية الدكتوراه بتاعت ريم إنها بتشتغل على التعبير الجيني، يعني معرفة المعلومات الجينية وإنتاج البروتينات عشان تقدر تعمل منتجات جينية صناعية نقدر من خلالها نعرف أسباب انتشار بعض الأمراض وأفضل الطرق للوقاية منها ومواجهتها. خليني أقولك يا صديقي إن ريم بقالها فترة من خلال منشوراتها على الفيسبوك بتشير فيها بوضوح إنها متلحقة ومتراقبة، وإنها حاسة إن في ناس بيخلطوا حاجات في الأكل اللي بتطلبه من برا، وإنها متراقبة وهي ماشية في الشارع. لحد ما كتبت الباحثة المصرية على صفحتها على مواقع التواصل إنها بتتعرض لتهديدات وملاحقات من ناس مش عايزة تذكر أسمائهم، لكنها قالت إنهم من نفس مجال شغلها وبيهددوها عشان تسكت عن حاجة معينة في أبحاثها في علم الجينوم. في واحدة من منشوراتها قالت إنها تعرضت لمحاولة اغتيال من جارتها اللي رشت مواد مخدرة قدام باب شقتها، وده خلى نفسها يضيق ودقات قلبها تزيد، والمواد دي بتقلل نسبة التركيز والذكاء، ده غير إن تلفوناتها مخترقة وبتتعرض للتجسس. بعد كام يوم من نشر التدوينات دي قامت بحذفها، وبعدها تم الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة بعد وصولها لفندق الإقامة بتاعها في باريس، وكمان إنها قالت لأهلها قبل انتهاء أجازتها إنها بتتعرض لضغوط نفسية وحاسة إنها مهددة من جهات عملها. كل ده يا صديقي استدعى في أذهان المصريين موت عالمة الذرة سميرة موسى في الخمسينات، والدكتورة سميرة عزت الباحثة في علم الجينوم اللي هو نفس تخصص ريم حامد. لكن على الجانب الآخر، نشر أخو ريم حامد على حسابه الشخصي إنه بيطالب الناس عدم التسرع في الحكم على موت ريم بالقتل، خصوصاً إن مفيش شبهة جنائية لحد دلوقتي، وده خلى البعض الآخر يقول إن ريم كانت بتتعرض لضغوط نفسية بسبب ضغط العمل، وشغلها أدى إلى إنها تتوهم ده وإنها ملاحقة، خصوصاً إن مفيش طلبة أجانب لأي دولة بتشتغل على أبحاث مهمة لو مش معاها الجنسية بتاعة البلد المقيمة فيها، زي فرنسا في الحالة دي. وده فتح الباب قدام نقطة تانية مهمة، وهي مراعاة الطلبة الأجانب اللي بيدرسوا في الغرب بسبب ضغط العمل والدراسة، وظروف المعيشة بيخلي الطلبة تحت ضغط مستمر وبيعرضهم للضغط النفسي والتوتر. خليني أقول لك يا صديقي إن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أصدرت بيان بتأكد فيه إنها بتتابع التحقيقات بشكل دقيق. القنصلية المصرية في باريس اتواصلت مع السلطات الفرنسية أول ما وصل لهم البلاغ بالحادث عشان تعرف تفاصيل اللي حصل وسبب الوفاة، وطلبت من السلطات الفرنسية تديهم بسرعة نتائج التحقيقات. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكد على أهمية إن القنصلية المصرية في باريس تتابع التحقيقات كويس عشان يعرفوا سبب الوفاة، وكمان وجه الدكتور بدر عبد العاطي بسرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة وإخراج شهادة الوفاة بعد انتهاء التحقيقات وشحن جثمان الباحثة ريم حامد لبلدها مصر.
وبكده يا صديقي تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قول لنا رأيك في التعليقات، يا ترى ريم حامد هل فعلا اتقتلت ولا كانت مجرد وفاة طبيعية؟ هنستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.